محاكي جيرا إن مارتا مقالة دي لسعانوات سلي لقارسي هوب فربادن دقالة إي مارتا قاديد وحي فافاهينا حقا أهل كان يدكول وداك دونا أرقد يحسد على الشباب سراكيشو دي سرسرة وفؤاد شنقولة كمي ديها إن لسعانوات سلنا بدا كتاقان ومغا عهرتيات كجوغان أيغانا وحي كدقان تاي دولة دا سومالي لان أو إلا بربريو لومي دوبي وحاوي عيدا مدي يقول بدنا يا خواريتا دولة دا سومالي لان سيدي شلي ورصحافة دا كسو سارتي اللوغا أتكاد كوفرت سوماليا وحي اسكشو بين مقالة دا لاسعانوت سي هالكاس يقول قدبان ديغانا بدن و قبل كسناك قبل كسول اي قبل لدى بدلان ام اي سومالي لان قودهان سي سوكوب اللاريان هالكاسي اي مارك تحلوك ساريا واللوغا أتكاد كوفرت قواريتي لكن هالكاس بيسكوسي بعسانيا مقال كان وحا عطسانيا ومهم ددوينها إر سمالي ودامده يجوغان قودهان ومده سوماليا دي حقتان رسمي قاربتو قاروي برنامج جدينا تحانها أمر والبا وحا انت بادن وغا حدلنا دفاعي دا قارن مده سوماليا قربستاق عيدا مده قارن سوماليا كورييلي دا كرامين تا إكر وقادي دا جريتانك دولد نمو إي إفتينك النبات دينا عاوي عانك كويين دادك يغرير سوماليا دفاع عودان وانودي دونا حالد والبا او دعو حل والبا اي حالد والبا هاد اي حالد عدد تهي هاد اي حالد سهلن تهي انتبا وان او تاغن هاي وان او استاغ دولا وحينو اركينا داد بدن او حلي اي قوش قرب تاغنا عيد مدى قرنك اي دولد سوماليا لاني مدحوين بيح وقرب تاغنا مركي حوغا ترنتورا دعدي قيانا دعدي او عدوغي قيانو ينسميهي او قو جعد يمادين او نباتمي شاسر كد عدي داد بدن او حان اركيا وجيغ داد بنا يو دولو دي ايضا يا قاركود قاركود وحاوي ساقبت دعي هولها او هولا كلا ايضي لكن انيقو نين قو آن له قو آن كيسو كو تاگن كو نمان دونو كو آد آدك بانا وحاوي نمان كان آن لدير رينا بري علوستا انك بدن طبان جير طبعاً قدي أو قدي كان عبدالله قاسو قاميني كميديهين ويلسو حرينا شخصين وحي إغادة البدين أو إغادة سينا أياك الله شقي ما داوانين هوية أحد أو إساقو يهين أما أو كده شيء نكا أحمد قدني إيكو يخواريس تأها إساقو أي كده شيء إساقو هرمارك هوية أي ربين أنا يقولنا سيدا درتين أياك الدفاعو أو سيدا كدبنا أنكو بدشو حوغا سندريتا سيدي رك بدنو هويا كو يبسدين رك بدنو إساقا كو يبسدين حوغا سندريتو لعقا نغا قاضو او نبومبوني سومالي لان فضيحي او مارتا هوسولي انو انتا بواد ديدي عاشا لله وريا ميل مارتا رقي قيمه لها وانيقا انكرد شكسو هالقبين جنرال عيديد عبد الرحمن طور جنرال قلال سعيد قعمي رقي هوي يا رجي دراد ماشي أسوها الجمين والدفاعين أو قبرية ذا وجران ما أنت أنيكو العك ما دافسن كرو بيجي جسياشة العكو بيجيبسن كرو حاشا لله إلهي بقى يقدر جاري جاجو جوبين ملك وحوي درد جوبين ملك واحد دانتو جا درد جوبين ملك واحد دانتو جاجو جوبين ملك هل كي جاس بالله يبو إيمان دونا كوا عرس اندريتا دقاتي هل كان يوصل لابن دونا كوا ماركتا الإيب سري أما قد يدو ذي لبدلي ويسو الله عبان دونا هل كان أن أفردين دونا ماشان بانكسو دونا أفردين أوقت هاي ودي عاشي دراد إيه مغالا دا مقدشة جوغي إيه قودة هان كوفرت سوماليا وحي ودان أباب الكي أغوحو كنا وحي ودان إسقرب استاق إيه قرب استاق آيان سومالي لان باشي دراد ويكاك عين فردقا فردقا والاقا كعي وحالو ديار دروبي إن سومالي لان لدفاعه لا إله شدو وحالو برارو وقودي عبدولي قاسي فرماجي يهو قامين ايين عمر عبد الرشيد اي هاقر دامين تكو دي سومالي لان اني امي دو من قد ديات قود او مقع لو مكا لهرين درت نوا اي فهنتي دركو فردوا اي كعين مالك لو السرق بان اركي مردو وحاد اركي دونتان قودة هان دادكي اسكو دوبان او دفاعي جريتانك سومالي لان ايضا صفعي للو الدفاعي برباهيته وحكار كيسان
waxa ka dib waxa hoos laga wado abaabul culus baa socdo ciidamo guud baa la diyaarinaya ee Soomaaliland ku baxo ka difaaca cadawga argagixisada iyo hujoomka ugu yimid beelaha kala duwan ee iskaashatooyinka huwanta ah ee argagixisada iskaabay argagixisada iyo hiil harte waxaan la dhaho Puntland iyo waxa oo idin marka laga yimaado waxay isku kaashadeen ama u midoobeen oo isku garab taageen wax kale ma aha waa in Soomaaliland la burburiyo la baabiyo cartaatiqda laga dhigo Soomaaliland hadii la burburiyo qiyamkii iyo sharafkii beelaha ee Soomaali meesas baa lagu burburiyay maalin dambe Jabuuti baa la burburinayaa Muqdishana waxa weeye markaas tabar ma lahaanayso haday waxa weeye midigtu maqan tahay bidixdu maxaa la jiray waa la isku soo socdaa dirti waa ay baraarugeen waxa weeye ciidamada la qorayaa maalmihii ugu dambeeyay magaalooyin waaweyn baa ciidamada laga diyaariyay waxay ku heshiiyeen ama isku afgarteen 180 kuwan galmudug degan in qawaarigta marka la xoreeyo oo bacadweyne iyo qeycad iyo la qabto Ibraahim Ciise dhulka marka la xoreeyo kadib in Soomaaliland la aado dhanka gurmad culus la siiyo nimankan maaragtaa la soo afjaro hujuumkooda la baabiyo hankoodii isku dirkooda meesha lagu soo xiro tallaabo cadna laga qaado beelaha direed ee ka qaadaan waxa weeye waa la isbahaystay qarnimada Soomaaliland in la burburiyaan lagu heshiiyey laakiin taas ma dhici doonta waa maya shalay waxa weeye hubki iisaanadii ka dagtay magaalada Lascaanood waxa weeye barnaamij ku xigo ayaa iyadana ku qaadaa dhigi doonaa oo uga hadli doonaa wixii oo faahfaahsan barnaamijkan ku keeni doona laakiin dadkeegi hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa hore soo looma oran tashta horan uga waray kacawa waaye fadhiga kacawa ay diideen laakiin maanta dadkeegi way baraarugeen waxay ku baraarugeen cadawgoodii oo isbahaystay oo kor u kacay oo tallaabo walba qaadayo oo hujuum kasta sameynayo in ka badan 1000 maleeshiya ah oo hogaaminaya Fahad Shingole waan ku celinayaa barnaamijka sare uga hadlay waxay gaareen Lascaanood Soomaaliland warbixin ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga waxaa lagu xaqiijiyay argagixisadaas inay gaareen waa kuwii koonfur Soomaaliland lagu jabiyey doome uga degeen Qandala waxay halkaa uga gudbeen Lascaanood magaalooyin waaweyn Puntland leedahay sii mareen waxay u socdeen heshiis guud oo lagu yahay burburinta Soomaaliland waxay doonayaan inay isku ballaariyaan gobollada Waqooyi waxay doonayaan buuraha dhaadheer ee gobolka Sanaag inay galaan sidoo kale gobolka Sool inay galaan buuraha inay gudbaan gobolka Togdheer galaan waxay doonayaan inay barbara ka dhigaan goob argagixisadu kaga soo dabto wax walba iyo waxyaabaha qariicada sameeyo dadkeegu way ku baraarugeen sirdoonka Soomaaliland si degdeg ah taliyihiiba looga bedelay taliye cusub baa loo magacaabay waa lagu sii qulqulayaa waxaa lagu heshiiyey waxa ay tahay in la burburiyo Soomaaliland loo heshiiyey.